أنا مكيف ومبسوط، لا بعد أحسن ما أشتغل عند الترك 12 ساعة. والله عندي إياها تسوى الدنيا، أشتغل من كيفي، أقعد بكيفي عند ما أريد، وأشتغل براحتي، يعني الشغل ليلي آخر شيء. أنت محمد غزول، بشكل عام بنشتغل بتسويق الألبسة الإلكترونية أنا وصاحبي أبو صالح، وهذا شغلنا بشكل عام هون بإسطنبول. طبعاً فيهم شباب سوريين كثير بالمحلات بيشتغلوا هالشغل، هذا بيكونوا بالمحلات كمان عندهم صفحات خاصة، فأنا أحياناً أني بتواصل معهم مشان يجهزوا لي موديلات. هلا أنا في هون كمان شاب سوري بيكون جهز لي موديل، هلا بنروح أحكي شاب أحمد صاحبنا، هو طبعاً اللي علمني كمان على نمط العمل لأنه هو خبرة أكثر مني من قدم، فتعلمت منه يعني أكثر شيء. هاي القطع اللي بتشوفها حاليا يعني عبايه تقريبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وهي القطع اللي انا اشتغلت لك اياها. لا ممتاز، خلاص هاي هي بالضبط تماما، ما في اي خلاف. بروح على المحلات الاتراك الجمله، باخذ منهم الاسعار بشكل عام، وبصور الموديلات الحلوه الكذا وانشرها عندي بالصفحه. مثلا بروج الصفحة بالعراق بليبيا، الموديل هذا مثلا مطلوب في العراق، بروجه بالعراق أكثر شيء، العبيل هيك المحجبات بليبيا هيك هالشغلات. هذا الموديل، هذا أقرب موديل علي، شوف إذا بيناسب مشان أخذ منه. بيجي مثلا الزبون بيستقبل عاد مثلا بيختار الموديلات اللي بده إياها، أنا بكون أخذ سعر، بزيد سعر بسيط يعني نسبة تعبي أو عملي، وبلم له البضاعة، بتفق أنا وياه على أي شركة شحن هو بيحددها الزبون وأعطيه إياها. إيش خلاني أعطيك أنا 40 دولار مزبوط؟ أعطيني 40. بلشنا بالشغل، الشغل الحمد لله صار يجيب أرباح كويسة يعني، فمفكرين إن شاء الله يعني من أقرب وقت أنا وخويي إنه نفتح محل، يعني محل نعرض بيه، يعني كل محل لنا إحنا نجيب الموديل إحنا نعرضه ونصدره برا. Tamam. Aa süper olur. Ha? Allah bereket versin. Hanımefendi 1250 TL. Çok şükür. Onlardan da verir misin? Efendim abim. Çok şükür abi. Günaydın ammo. أول ما يجينا اشتغلنا هون تعبنا، شغل تعب 12 ساعة وما بكفي قوت يومك. إيه هيك هيك هيك. تمام تعال مشي. روح توكلنا على الله. أنا مكيف ومبسوط، لا بعد أحسن ما أشتغل عند الترك 12 ساعة. والله عندي اياها تسوى الدنيا، اشتغل من كيفي، اقعد بكيفي عند ما اريد، واشتغل براحتي، يعني الشغل ليلي اخر شيء. الشغل ما بو تعب يعني، التعب خفيف بس الشيل هاي المسافات هاي القصيره. يلا روح اشتري مولف اسطنبول يا اخي. ما تدري يا اخي، يجوز الله ييسر لك ويرزقك يعني، وما تعرف تتيسر ان شاء الله. انت في كل ظننت واحد المؤيد. خفاف خفاف هذين وصلنا يا شيلة مؤيد صغير هذاك وامشي. ايش يقصد تقول له هاك فلوس؟ شنو بيحلى منها؟ هات الزيت.